مرحبا بكم في قناة معاني الأسماء. اليوم سوف نقدم لكم أحد الأسماء العربية الفريدة والقليلة الانتشار، وهو من الأسماء التي لا تزال معانيه مجهولة لدى الكثير من الناس. ابقوا معنا لتتعرفوا على معنى وصفات هذا الاسم. معنى اسم صعفق. صعفق اسم علم مذكر من أصل عربي، وهو على صيغة المفرد جمع صعافق وصعافيق، وهو مصدر للفعل صعفق أي ضئيل جسمه، والصعفق هو الضئيل الجسم والضعيف الذي ليس له شجاعة والذي لا مال له، ومن يدخل سوقا للتجارة وليس له رأس مال، ومن يقحم نفسه مع تاجر إذا اشترى شيئا. صفات حامل هذا الاسم: إنسان حذر يحسب خطواته جيدا ولا يندفع في تكوين العلاقات بسرعة، من النوع الذي يثبت في المواقف الصعبة وعند الشدائد، يتميز بحدس عال في التنبؤ وشجاع في اتخاذ القرارات، عميق في فكره وصارم في تطبيق الأفكار التي يقتنع بها، محب للاطلاع والمعرفة، وقد يصفه البعض بالحشري، حذر جدا من الإسراف والتبذير. هل تجد أن هذه الصفات تتوافق مع من يحمل اسم صعفق؟ ما هو الاسم الذي ترغب أن نكتب عنه في المرة القادمة؟ شاركنا بتعليقك. لا تنسى الاشتراك معنا في القناة ليصلك كل جديد، وشكرا على المتابعة.